الأرجنتين تطالب باعتقال وزير الداخلية الإيراني، وإيران تشتعل غضباً، فما الحكاية؟ وقع في تسعينات القرن الماضي تفجيران كبيران في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، الأول العام 1992، واستهدف السفارة الإسرائيلية وقتل فيه 22 شخصاً وجرح العشرات. الثاني تفجير انتحاري بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة عام 1994، واستهدف مقر الجمعية الأرجنتينية الإسرائيلية المشتركة، قتل فيه 85 شخصاً وجرح المئات، علماً أن الأرجنتين تقطنها أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية بعدد يقدر ب 300,000 شخص. التحقيقات في التفجير الثاني هي ما يهمنا، لأن الأرجنتين أصدرت أواخر إبريل 2024 اتهاماً رسمياً لوزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي بمسؤوليته عن انفجار عام 1994 تحديداً، وطلبت من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول توقيفه. وذكرت تقارير دولية أن سبب تورط إيران هو الانتقام من الأرجنتين لتراجعها عن تنفيذ 3 اتفاقيات مع إيران لمساعدتها في تطوير برنامجها النووي. التحقيقات في التفجير سلكت 3 مسارات، الأول ما عرف في الإعلام باسم الصلة المحلية، ويعني مجموعة من المواطنين الأرجنتينيين الذين ساعدوا على تنفيذ الانفجار واتهم فيها 5 أشخاص، تمت تبرئتهم عام 2004. المسار الثاني تورط دولي. منذ وقوع الانفجار وجهت الأرجنتين التهم لمسؤولين إيرانيين، ومنهم وزير الاستخبارات علي فلاحيان، بتكليف حزب الله اللبناني وعضوه القيادي عماد مغنية بالمهمة. وأصدر القضاء الأرجنتيني عام 2006 طلباً قانونياً بالمساعدة الدولية باعتبار 8 شخصيات إيرانية متورطة في التفجير. وبعدها طالب القاضي رودولفو كانوكوبا كورال باعتبار التفجير جريمة ضد الإنسانية. ثم وقع وزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تايمرمان اتفاقاً مع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في يناير 2013 لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة، واتفق البلدان على السماح للقاضي الأرجنتيني كورال والمدعي العام ألبرتو نيسمان المسؤولين عن التحقيق في الهجوم باستجواب المشتبه بهم داخل طهران. ومن هنا انطلق المسار الثالث، مسار التحقيق في التغطية على الأدلة. ففي حادثة تشبه سيناريوهات أفلام المافيا عثر عام 2015 على جثة المدعي الأرجنتيني العام ألبرتو نيسمان، والذي كان مسؤولاً عن التحقيق في التفجير، بعد أن نشر تقريراً من 300 صفحة ذكر فيه أن رئيسة الأرجنتين وقتها كريستيانا فرنانديز ووزير الخارجية هكتور تايمرمان تواصلوا مع إيرانيين يشتبه بتورطهم بتفجير المركز الاجتماعي اليهودي بغرض تبرئة المشتبه بهم الإيرانيين لقاء عقد صفقة تجارية بين الأرجنتين وإيران. وفي العام 2023 أصدرت الأرجنتين مذكرة توقيف دولية بحق 4 لبنانيين، وصفتهم بعملاء لحزب الله الذي نفذ العملية بطلب إيران. أما إيران فترفض التهمة منذ البداية، وردت أخيراً على طلب اعتقال وزير داخليتها بأنه قرار غير قانوني. برأيكم هل سيبقى الحادث الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين لغزاً بلا